ملي جات هذا المشكل ديال جائحه كورونا اللي كنتمناو انه يدوز اسرع وقت ان شاء الله، كانت واحد الاراده كبيره من الناس ديال الشركه، من المكونات ديال الشركه كاملين، باش اننا نلقاو حل ونساعدوا الدوله في انتاج هذه الكمامات هذو. لذلك كان مفروض علينا اننا نحولوا للالات ديالنا من صناعه الاكياس لصناعه الكمامات اللي كتستجيب للمعايير اللي معروفه وطنيا ودوليا، باش قدينا في وقت قياسي نمشيو من صفر كمامه لجوج المليون اليوم في الانتاج، وحنا نهار على نهار كنزيدوا في الانتاج، على اساس انه في الاسبوع المقبل ان شاء الله تكون عندنا سعه انتاج ديال 3 مليون كمامه في النهار. كما قلت كان واحد دفتر تحملات اللي حطاته الدوله مع معهد مختص، ومن بعد الانتاجات الاوليه خضعت للتحاليل في معاهد مختصه على غير سي تي تي اش و سي تي بي سي، اللي داروا تحليلات على الماده على اساس انها ما تكون ما كتاذيش المستعمل وكتستجيب لهذا دفتر التحملات قبل ما نبداو رسميا في الانتاج.